ونبدأ رادار الأخبار من تونس، حيث أدت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. جاء ذلك بعد أن صادق الرئيس التونسي على التشكيلة الحكومية، وقد تم تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وعماد مميش وزيرا للدفاع، فيما احتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية. وتشكلت الحكومة من 24 وزيرا بينهم 9 نساء. تقوم توجهات العمل لهذا الفريق الحكومي حول النقاط التالية: أولاً، استعادة الثقة في الدولة، ثقة المواطن في نفسه، ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق، ثقة المواطن في الإدارة وفي المرافق العمومية، ثقة المواطن في العمل الحكومي، ثقة الأطراف الأجنبية في تونس، الثقة في المعاملات، وهي ثقة لن تتحقق إلا بتطبيق القانون دون أي تأخير أو تمييز. ومن بين أهم الأهداف على الإطلاق مكافحة الفساد الذي يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم. وفي كلمته عقب أداء الحكومة اليمين، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد النيابة في تونس القيام بدورها في مواجهة الجرائم التي ارتكبت بحق التونسيين. وأكد سعيد أنه سيتم تطهير القضاء في تونس قريبا من أجل تطهير البلاد. النيابة يجب أن تلعب دورها كاملا، وسيتم إن شاء الله تطهير القضاء، لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء. وتعلمون كلكم أن بعض القضاة، وليس كلهم والحمد لله، صاروا يعرفون باسم قضاتي شخص لا أريد أن أذكر اسمه، ولكن يعرفه الجميع. ومعنا من تونس مفادتنا مروى عامر. مروى، بين اليمين الدستورية المواقف السياسية والوعود التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، البلاد بدأت مرحلة جديدة ومختلفة. بالفعل روبير، تم الإعلان اليوم عن تشكيل الحكومة، هذه الخطوة المنتظرة من قبل التونسيين، تم انتظارها خلال الأسبوعين الماضيين منذ إعلان واختيار نجلاء بودن لرئاسة هذه الحكومة. مجموعة من القضايا والأزمات تواجه هذه الحكومة، تحديات كبيرة، تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة تواجه هذه الحكومة الجديدة. لأول مرة تحدثت نجلاء بودن للشعب التونسي، أول مرة يستمع إليها التونسيين من خلال الخطاب التي ألقته اليوم خلال تشكيل الحكومة. تحدثت نجلاء بودن عن عدد من القضايا المهمة، تحدثت عن ضرورة استعادة الثقة من قبل المواطنين في العمل والإدارة الحكومية، ضرورة إعادة عجلة الإنتاج وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والعمل على تحسين الظروف المعيشية التي يعاني منها التونسيون خلال الفترة الماضية. هناك ملف رئيسي تم التطرق له سواء على لسان بودن أو الرئيس قيس سعيد، وهو ملف مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية. توكل الحكومة أولوية خاصة لملف مكافحة الفساد، يبدو أن هناك إرادة سياسية لفتح ملفات الفساد والقضايا. وقال الرئيس اليوم أنه لن يتم استثناء أي شخصية، أي حد مسؤول عن الفساد سيخضع للمساءلة وستفتح جميع الملفات، وهو أعتقد الملف الرئيسي الذي يهتم به التونسيون، لأنه سيعيد الثقة من قبل المواطنين في الحكومة والإرادة الإدارة السياسية. الزميلة مروى عامر مباشرة من شارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس.